بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، المتتبعين دياولي والأصدقاء دياولي والصديقات دياولي، والناس اللي كيحبوني في الله والناس اللي كيتعاملوا معايا في الله، اللي بغيت نقول لكم هي الحمد لله. أختكم ناجية مرت بظروف صعيبة، ولكن الحمد لله فضل الله وفضل المحسنين اللي وقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، كنشكرهم. راه معارفين راسهم شكون هما بلا ما نسمي. انا كنطلب الله العلي القدير كيف ما نقذوني من هذا المرض ونقذوني من الموت، كنطلب الله ينقذ رقبتهم من النار. كنطلب العلي القدير كل اللي وقف معايا وساعدني في هذه الازمه ديالي، في هذه الظروف الصعيبه اللي انا مريت بها، كنطلب العلي القدير يرزقهم ان شاء الله الفردوس الاعلى، ويكونوا ان شاء الله يا ربي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكنشكر الحباب دياولي اللي اتصلوا بيا في التليفونات وعيطوا لي واطمئنوا عليا وفي الواتساب وسولوا فيا، وكنشكر الحباب اللي ما لقاوليش الجهد وما عندهمش النمره ديالي، كيكتبوا لي غير كومونتيرات في الفيديوهات دياولي وكيحمدوا لي على السلامه وتيقولوا لي على سلامتك والله يشافيك. وكنشكر المولى عز وجل، كنشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الاخ هذا المحسن هذا كنطلب الله العلي القدير يجمعني به في الجنه ان شاء الله، هو واللي تسخر وجاب لي الامانه ووصلها لي. وكنشكر حبيبه قلبي ساره وحبيبه قلبي بشرى، وكذلك الحبيبه ديالي وفاء. وكنشكر الاخت شاديه راه عارفه راسها شكون هي. وكنشكر حبيبتي صفاء، وكنشكرهم كاملين اللي وقفوا معايا وساندوني وجاو عندي المصحه ومدوا لي يد المساعده. وانا ما نكذبش على الله، انا حالتي ضعيفه، انا فقيره، انا ماشي زعما راني من الاغنياء ولا من الاثرياء، الا كنشكر الزوج ديالي اللي ساندني ووقف معايا، وكنشكر الطبيب اللي تا هو مد لي يد المساعده وساعدني وساندني، الله يجازيه بخير، واللي وقفوا معايا. كنقول لكم اخوتي، كناشد الناس الاغنياء اللي عطاهم الله عز وجل المال، تنقول لهم ساعدوا اخوتكم الفقراء، ساعدوا المحتاجين، ساعدوا الارامل والايتام. شحال ديال الارامل مساكن ما لقاوش لي يمد لهم يد المساعده، وشحال ديال الايتام راهم تيعانيو، شحال المتشردين مساكن ما لقاوش لي يساعدهم. ولهذا كنطلب من الناس الاغنياء اللي عطاهم الله المال والدنيا، ما كلها دقيقتين وحنا دايزين ماشيين في حالاتنا، كنقول لهم عاونوا اخوتكم الفقراء. لاني انا جربت في هذا المرض هذا، جربت ما لقيتش باش ندير العمليه والو، لا حبيب لا رحيم، وانا كنطلع ونهود ونطلع ونهود، وكنحس بروحي غادي تزهق، وكنحس بالحاله ديالي كتدهور نهار على نهار، وانا الصحه ديالي كترجع للوراء. ولا وانا كنحط الفيديوهات وكنضحك الناس وكندير النكات وكندير السكيتشات، ولكن انا عالم عليا غير الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم عليا، واللي يشوفني على ديك الصحه وداك هذا يقول صافي هذه راه ما فيها والو، وانا راني كنعاني، والله اللي عالم بيا والله اللي مطالع على كل شيء. ولهذا كنولي عاوتاني نكرر هذا الكلام، تنقول اللي عطاه الله المال ويسر امره في هذه الدنيا يتفكر الفقراء، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. راه الله ما كيضيع اجر حتى شي واحد، الا مشيتي عند المريض وطليتي عليه راه كتلقى الله عز وجل تما، وكيغفر لك الله الذنوب كامله. فما بال اللي كيمد يد المساعده ويجيب الفلوس لاختو المسلمه او اخو الاخ ديالو المسلم ويقول له هاك باش تعالج، يعني راه كيفرح الله عز وجل، راه ماشي لذاك المريض، راه لله لوجه الله تعالى. واش نقول لكم احبابي، لا اله الا الله، ديوها كيف صحيحتكم وقابلوا نفسكم. ونقول لكم واحد الكلمه، ما يبقاش خاطركم هذا من العائله ديالي ما جاش عندي، هذا من عائلتي ما طلش عليا، لا هادشي كله لغيوه من بالكم، لان انا عندي ناس من حبابي وهلي وناسي، نساء ورجال،
ما طلوش عليا وما جاوش لعندي وما داروش حتى تليفون وكلفوا خاطرهم وقالوا لي قالوا انا جيه كي بقيتي. ابدا 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 ابدا، ولو انني انا ما كنبخلش عليهم برجليا، ما كنعطيش الفلوس لان الفلوس ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى، ولكن رجليا ما كنعزهم في حد. اللي مشى للمصحه كنتبعو، اللي مشى للمستشفى ديال الدوله كنتبعو، واللي مرض في الدار كنمشي لعندو. وانا ما كاينش شي ناس من عائله واقرب الناس ليا ما كلفوش، قلت لكم نفسهم وقالوا الو كي بقيتي انا جيا. ابدا. واش نقول لكم اخوتي، انا الحمد لله دابا راني بخير وعلى خير، والله يجمعني بكم في الجنه، الله يجمعني بكم في الجنه، الله يجمعني بكم في الجنه. وطالبي عندكم الواحد هي تدعيو مع داك المحسن اللي ساندني واللي عطاني الحياه من جديد، لولاه كنت مشيت عند الله. كنطلب الله نولي نكررها، يجمعني به ربي في الجنه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.